ناخد بقى قصة لذيذة من اللي بتعجب الناس، والقصة دي هنكملها لكم بعدين، بس ناخد أول طرف الخيط. قصة حلوة كده عشان تعرفوا، سيبك من الشيخ كنتاكي اللي جاء من شوية ده، إنما خلينا نتكلم على يعني قصة لطيفة كده. كان في حوار بيني وبين واحد من اللي بيقعدوا يدعبسوا وينخربوا في الأخبار، وأنا بحب الراجل ده جدا. بعت لي حاجة كده، فضلنا نجري وراها لحد ما لقينا نفسنا ماسكين جبل من الفساد. يعني طرف الخيط بس وصلنا الجبل من الفساد. خبر عادي جدا، خبر عادي يعدي عليا ويعدي عليا حد. ذا ارك تستهدف 5 مليار دولار من مشروع شرق القاهرة. المشروع كناية عن تحالف بين مستثمرين مصريين لتطوير أرض تابعة لأويا الليبية، ليبية في شرق القاهرة بمساحة 92 فدان. ليبية؟ يا لا تتكلم جد، ايه اللي دخل ليبيا في شرق القاهرة؟ شرق القاهرة يعني التجمع الخامس والحتة دي، ايه اللي جاب ليبيا هناك؟ ده ليبيا غرب. بص يا سيدي، القصة وما فيها بتقول ان الارض دي ال 92 فدان دول، اسمع مني بقى وركز، ولو في البلكونة على رأي محمود بكر تعالى خش واسمع عشان تعرف ان احنا عايمين على بركة فساد. القصة بدأت بانه ال 92 فدان دول بتوع ذا ارك اللي هو ليبيا دخلت في الموضوع. القصة دي كانت ضمن 500 فدان خصصها الرئيس مبارك لعمر سليمان لما كان رئيس جهاز المخابرات لبناء اكبر مقر لجهاز المخابرات في التجمع. احنا عارفين ان جهاز المخابرات واخد 3 محطات كده بتوع المترو، كوبري القبة وحدائق القبة والحاجات دي، ولما بتروح في المنطقة دي تلاقي مبنى المخابرات في حتة ضيقة وجنبها مساكن الشركة السعودية، ولو انت ساكن في مساكن الشركة السعودية، انا رحت هناك تشوف جهاز المخابرات المصري. احنا عايزين بقى، عمر سليمان دخل على الرئيس مبارك قال له احنا عايزين مكان بقى كده يعني حاجة جامدة جدا. فين يا عم المكان؟ كانت وقتها التجمع الخامس يعني حاجة جديدة، والجامعة الأمريكية بانية هناك. الرئيس مبارك مضى موافقة على 500 فدان لبناء مقر جديد لجهاز المخابرات. كان مين وزير إسكان؟ إبراهيم سليمان. إبراهيم سليمان وعمر سليمان مش إخوات، إنما تشابه أسماء على كابتن لطيف. غيروا قرار وخلوا ال 500 فدان دي تخصص فيلات لرجال المخابرات. يعني أي واحد خدم في جهاز المخابرات يقدر وخارج كده يتم تخصيص الأرض ليه، ويتباع ويتباع كده بشوية حاجات، يعني حاجات بسيطة يعني. هوب الموضوع اتحول، بتوع أجهزة جهاز المخابرات بعد ما كانوا بياخدوا الفيلات دي كانوا بيبيعوها، أو الأرض يبيعوها. اتعمل هناك منتجع، وعمر سليمان أخد في المنتجع ده 6 وحدات، يعني 6 فيلل. رأفت شحاتة اللي جاء بعد كده رئيس مخابرات خد 4 فيلل. توفيق عاصي اللي رئيس شركة مصر للطيران كان له فيلا هناك باعها ب 18 مليون، طبعا خدها ببلاش، وسبب انهم باعوا من الاراضي دي فدادين كتير قوي. مين كان الوسيط بقى في القصة؟ كان الوسيط في القصة دي اسم اشرف شيحة. اشرف شيحة بتاع الهانوف الرحلات الدينية، اللي هو بقى مالتي ملياردير من رحلات العمرة والحج. أشرف شيحة رجل أعمال كان بيشتري للقذافي وولاده الأرض دي. لما قامت الثورة نمع الفلوس وراح معمر القذافي، وراحت ناس تانية. هوب ليبيا دلوقتي بتدور على أراضيها اللي في مصر. يا جماعة احنا كان لينا أرض هنا معمر القذافي خدها، ايوه في التجمع الخامس. طب السؤال بقى، مين اشرف شيحه وايه علاقته بالقذافي؟ نخش على خبر اهو بعد حفل ابنته الاسطوري، قصه رجل الاعمال اشرف شيحه. اطلع بالتفاصيل، اطلع. وعلى فكره صاحب عمرو اديب من سنين، من 30 سنه مثلا.
علاقات رجل الأعمال أشرف شيحة لم تقتصر على السعودية، بل علاقاته قوية برجال في الإمارات والكويت، بل وكانت تربطه علاقات قوية بالمسؤولين في نظام الحكم في ليبيا ورئيس الدولة معمر قذافي. أما في الداخل فهو أحد رجال الأعمال الدائمين للدولة على مدار تاريخ، حيث كانت تربطه علاقات معرفة وإعجاب باللي هو عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات السابق أو الأسبق، وفي الوقت الآخر يعمل دائماً في دعم ومساندة الدول المصرية وقيادتها السياسية بزعامة السيسي، حيث يعمل على عودة السياحة الدينية، وهذا ما ظهر في تهنئة الدكتور خالد العلاني وزير السياحة. عرفت بقى له علاقة بعمر سليمان وعلاقة كانت قوية بمعمر قذافي. شيحة ده كان شخصية مقربة جدا للقذافي، وهو اللي كان بيبقى وسيط للحفلات بتاعة المشاهير المصريين لما يروحوا ليبيا، وكان أشهرها حفل عادل إمام في ليبيا، ودخل مع عمرو الليسي وقال له عن رأي القذافي في عادل إمام لما كان عايز يعمل حفلة في ليبيا. نسمع كده الفيديو ده. أنا عايز أقول لحضرتك إن لو كان الغرض سيء، الغرض كما قال الأستاذ عشوب إن القذافي كان يريد اغتيال عادل إمام انتقاما منه لأنه قلده في مصلحة الزعيم، انت الان تنفي حضرتك ان القذافي كان ضالع في هذا الموضوع، بل بالعكس هو اللي لغى الدعوه بتاعه سفر عادل امام لاقامه الحفله. غير منطقي انه يدعوه عنده ويعمل معاه جريمه ضده، ما ممكن يعملها هو خارج بلده ليه يدعيه يعني. ده رقم واحد. رقم اثنين انه حضرتك قلت له يعني معقوله الزعماء يتاثروا بفن الاستاذ عادل امام؟ ممكن اي واحد يغضب، حتى عندنا كان الرئيس حسني مبارك غضب من الفنان سعيد صالح لما قال واحد اكلنا المش وواحد علمنا الغش وواحد لا بيهش ولا مش، واتحبس. ده اشرف شيحة. مش بس كده، اشرف شيحة ليه علاقات كبيره جدا مع السياسيين والدبلوماسيين، وظهر في النظام والفنانين في لقاء مع تركي آل شيخ برعايه السفير السعودي في القاهره. ادي البوست اهو، تركي آل شيخ بيقول: اشكر معالي سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية مصر العربية الشقيقة أخي الغالي أسامة نقلي على حفل عشاء الذي أقامه في منزله وضم نخبة من المجتمع المصري، حيث سعدت بلقائهم وتبادلنا الأحاديث الودية. أشرف شيحة ورا. تمام. أشرف شيحة ظهر فجأة بمعرفة أحد اللواءات وأسس شركة مع الخطيب. أيوة الكلام ده كان في أكتوبر، فكان في 2017. أشرف شيحة مش بالكلام أسست مع الخطيب وزيزو شركة للسياحة بانطلاق مونديال إيطاليا، يعني سنة 90. قال الخبير السياحي أشرف شيحة رئيس مجموعة إدارة شركة الطيار مصر السعودية أن بدايته في العمل في السياحة جاءت فور خروجه من الكلية، مرورا بالتحاقه بالتجنيد، متابعا تعرفت على اللواء مبروك وهو من أشار علي بأن أذهب إلى العمل معه في مجال السياحة، وتعلمت منه الكثير، ولكن كانت لي رغبة أن أبدأ حياتي بتأسيس شركة السياحة. وأضاف أنني بدأت الاتفاق على شركة السياحة أنا واللواء مبروك، وكنا في مكة والتقينا بنجم النادي الأهلي عبد العزيز أبو شافي، وكان عقده التدريبي هناك قد انتهى، وطلب منا أن ينضم إلى مؤسسين الشركة هو وأخيه شوقي عبد الشافي، واتفقنا. رجعنا مصر كان الكابتن محمود الخطيب يقيم مباراة اعتزاله، وعندما علم بمشاركة زيزو في شركة السياحة طلب أن يكون معنا وساعدنا بشدة، فهو نجم كبير. دي بدايته. أشرف شيحة وصل لمرحلة كبيرة من النفوذ في عالم السياحة، حتى أنه وصل إلى رئيس شركة الطيار السعودية دي، وهي أشهر الشركات السعودية للسياحة الدينية، وهي تابعة لعائلة اسمها عائلة الطيار، العائلة دي سعودية. أشرف شيحة رئيسا لمجلس إدارة الطيار للسياحة. يعتبر أشرف أبرز الشخصيات المستفيدة، هو تايكون السياحة الدينية في مصر زي ما بيوصفوه النشطاء. في البوست ده حد كان كاتب عنه بيقول: أشرف شيحة رجل الأعمال وإمبراطور شركات السياحة وصاحب شركة الهانوف. طالع من شويه مع احمد موسى بيقول ان اي حد عايز ينزل بس يدفع 15,000 جنيه، وهنشغل الفنادق والطيران. الراجل الفاسد ده اقل عمر عنده ب 120,000 جنيه، ومعظم زباينه من رجال الاعمال والفنانين ولاعيبه الكوره ومليونير، وعنده طياره خاصه، ده كله من فلوس الناس الغلبانه. حسبي الله ونعم الوكيل فيكوا في احمد موسى. اهو ده اشرف شيحه.
الخلاصة يا حضرات، احنا بس حابين نلفت نظر الجهات الرقابية في مصر اللي هي عارفة واللي هي بتدور. دوروا في المعلومات دي وهتشوفوا مين أشرف شيحة وإيه دوره في الأرض بتاع ليبيا، وإيه حكاية الخمسمائة فدان اللي تم تخصيصهم لجهاز المخابرات ثم تغير التخصيص بقت فيلات، ومين باع الفيلل دي ومين كسب فيها، وفلوس معمر القذافي راحت فين. وانا بقول للإخوة في ليبيا، الـ92 فدان دول اللي انتوا هتشتغلوا عليهم بتاع ذا ارك، فلوسهم اللي دفعها معمر القذافي راحت فين بقى؟ راحت لمين؟ بكره بقى او في يوم تاني قصدي هنجيب لكم قصه امير رمزي، بس النهارده كده. وعلى فكره هنكمل الملف ده لكن بالوثائق بعدين.